ايوه هلا 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 هلا. واضحه لكم الخطوه ولا واضحه؟ انا اتوقع انها واضحه، بس في واحد ما هي واضحه له. بدري تحلطم بس يا عبي تحلطم. يلا يلا جاي تفلسف علي يقول لي بنقز نقزة الارنب بسيكل. يلا يا ارنب صدقني احس انها بتطلع. لا واو ارنب يعني تنقز من قدام بعدين من ورا ها؟ ايوه. تعال شوف اذا ما وريتك. ها ها ما شاء الله يا حبيبي، تعال اوريك اذا ما اعطيتك لبوه. لبوه ايه اجل. ايوه 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 ها من وين؟ اي 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 هذه حقت الناقه اللي تنزل من قدام ذي. وين اللبوه؟ ايوه ايوه والله صح والله صح، بس التكنيك صح. الحين ارنب اوكي. هذه لبوه. هذه لبوه. ها صور صور. يا سلام ما شاء الله المسافة. انتبه اي. اذا في ميلان مين لهناك؟ ها من والله المستشفى بعيد على بال ما نوديك. استغفر الله بعيد الشر. لا لا هو قال لو تطيح لو. اي اي والله مو بصاحي، حطوا سكيت حطوا كل مكان وهذا راح فوق. نبغى مكان الباركور بدون حدايد. قلت الاماكن. يا ولد شوف وين. ياها المفروض يوظفون. صورت؟ ايه ثبتته؟ ايه كيف؟ حلو سولف يلا سولف قول اي شيء. سلام الله الله. لا مو كذا. يلا الحين بسوي حركه مره حلوه، اذا سويناها صح اعطونا لايك واشتراك جرس تنبيه. ايوه ايوه اسلم اسلم اسلم. اوكي اوكي. ايه النزله كيف؟ نزلة من هنا من هنا من هنا زحلق. بس كذا خفيض الراس. والله قريبة. لا تنسى لايك واشتراك وفعل جرس التنبيه. مع السلامة. ما شاء الله. يو 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 يو. والله ما ما صورت لي صلاة. والله صح والله صح والله صح. يلا بسم الله. انا ودي اغلط بس عشان اختار انا المطعم. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ايوه يا سلام. هاي اذا تقدر تسوي حركه اوف. يا سلام ما شاء الله. والله تستاهل ما شاء الله. ايوه ايوه واه هذا والله كيف. هاي كيف اي تطبيق. اوكي خلينا نجرب نكمل فيه شوي. هاي لصقها في الغرفه صوره. طيب سلام العزبة معك دايم في السيارة متى ما شفت لك أي مكان جلست وظبطت أمورك. الله 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 الله. هذا الغداء اللي بنتغدى الحين. شوفوا يدي فيصل عندي لك تحدي. شوفوا يا جماعة الخير هذا الشيء خطأ خطأ أن نسوي، بس ودي أجرب. وشو؟ أنا تونا متغدين صح؟ يلا أيوه تونا متغدين صح؟ طيب اسمعني أبغى نتشقلب أنا وياك باك دايف باك دايف باك دايف باك دايف باك دايف باك دايف اللي يوقفه خلاص يا اخي. ودنا نجرب شقلبه. ها لا ودنا نجرب قبل شوي. انت تقول شقلبه بعد انا شوف 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 انا جربت قبل شوي شوي. ودي الحين لا نتحمس. ها
اول مره بحياتي والله. اللهم انت صاحبي في السفر. شلون يعني موافق؟ ما فهم شيء. لا يا اخي يلا يلا بس يلا يلا فهم. شوف ايش جاء يدي بوريكم فيديو الجاي وش اللي صار. طبعا يدي هذا والثاني بعد. يلا يستر الله يستر. اوه حلوله كنسل جاك شيء؟ بكيت متاخر. شوف شوف شيء بسيط. وين بسيط؟ الله يحفظك. الله يستر. دعاء السفر بسم الله. والله راح يو والله اوكي يا مجنون. ايوه ايوه اوف 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 صقع يا سلام. شوف 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 الاير دروب حقي شو اسمه؟ سامسونج ايفون. كيف سامسونج ايفون؟ حدد سامسونج ولا ايفون؟ الاثنين كلها ما يصلح. ايه ترخم الايفون. والله هم اللي مسمينه كذا. مو بو مين هم؟ كيف؟ هم ابل مسميته سامسونج ايفون. لا ما يسمونه. لا يا اخي شكل هذا كان في سامسونج ونقل الايفون. نقل سوى هذول يبوني معهم هذول يبوني لا سوى نقل معلومات من البلاك بيري حقه على طول على الايفون طلع سامسونج. هل تعرف 80% من أهل الإمارات يموتون بسبب إيش؟ هل تعرف الكربوهيدرات البسيطة؟ الكربوهيدرات المعقدة؟ الكربوهيدرات المكررة؟ يجعل الوجبة هذه جدا مفيدة ولو أنك ما أكلت الدجيل بتطلع بشكل مختلف تماما؟ في شخص توفى أبوه الله يفله ويرحمه بسبب نظام الأكل اللي واقع فيه كثير منا للأسف، فجعل عنده هدف أنه يغير أكبر قدر ممكن من الناس. الأسئلة اللي قبل شوي طرحتها عليكم هذه كلها أنا الآن أعرفها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اللقاء الجماهير اللي صار قبل فترة مع المدرب ماجد بهبري الله يعطيه العافية، وتكلمت عنه هنا في سناب شات وكثار منكم جاء واستفاد. الآن الله يجزاه خير جانا بأمر آخر يبي يفيدنا إن شاء الله بشكل جدا كبير. وأبو ماجد بهبري اللي توفى الله يفله يرحمه بسبب نظام الأكل الخاطئ، قد يكون أبوي وقد يكون أبوك وقد يكون أخوك وقد يكون أنت وقد يكون أنا، إذا استمرينا على أخطاء كثيرة قاعدين نسويها وحنا ما ندري. فالآن الله يعطيه العافية جانبي دورة في يوم واحد فقط تقدر تستفيد منها من الأشياء اللي الحين بأحطها لك تشوفها في الصورة، أشياء جدا جدا مفيدة. إذا كنت أنت مشغول مثلا ولا تقدر عليها، خل أحد أخوانك يتعلم، خل أحد أخواتك يتعلم، اعتبرها مثل الهدية اللي أنت تهديها لهم، ومنها يستفيدون ومنها حتى يغيرون إن شاء الله البيت كامل، فيكون أثرهم متعدي بإذن الواحد لأحد. وعلى فكرة ترى والله اللي قلت ترى هذا شيء بسيط من اللي تعلمته، في أشياء كثير لكن ما على قولتهم يكفي الوقت أني أقولها. فرجاء أبغاك بس أنت بنفسك تقرأ الأشياء اللي بتقدم في الدورة وبنفسك أن تحكم. أبحطها لها في الصورة الجاية.
الله يا رب يوفقنا وياكم ويبارك لنا فيما تعلمنا وفيما سنتعلم بإذن الله. اللي يبغى يسجل في الدورة يرفع الشاشة الآن ويدخل على الرابط وبالتوفيق له، والله يا رب يكتب لكم فيه الخير. ونقطة مهمة زيادة على الدورة، بإذن الله بعد ما تنتهي راح يدخلونك في مجموعة في التليجرام تستفيد منها بشكل جدا كبير، يتبادلون فيها الفوائد.